عشنا ثلاثي أول مستقر، ثلاثي أول يعني أتى كل ما كان منتظرا منه، البرنامج ينفذ بوتيرة مقبولة، وهذا ما حدا بنا إلى يعني هناك قرار أراه بالشديد اتخذ لتقديم العطلة واستطالتها، العطلة الشتوية يعني قدمناها بأسبوع لأسباب ومآرب كثيرة. أولا لحتى الحالات التي ظهرت في على مستوى المؤسسات لإعطائها الوقت الكافي لتتعافى وترجع إلى المؤسسة، لعدم وضع خلل بين تنفيذ البرنامج بالنسبة للمؤسسات، أنه في 21 يوم هذيك كان من كان مريضا وعلى قلتهم تماثل للشفاء، ثم عاد الجميع لينطلق في البرنامج من نفس النقطة وبنفس الوتيرة ولا يقع هناك خلل في تنفيذ البرامج. كذلك الأسبوع الأخير الذي يعني الأسبوع الأول من العطلة والأخير من الثلاثي والذي هو الذي أضيف إلى تلك العطلة، هو أسبوع في الحقيقة تتم فيه الامتحانات وتصحيح الامتحانات وما إلى ذلك، فلم يخسر شيء أبناؤنا، بل العكس كان سمح للجميع بأن يخذ قسط من الراحة وفسحة من الراحة يعني استئناف الدراسة. ولقد لاحظتم كذلك الإشاعات التي كانت تدور بخصوص استئناف تأجيل استئناف الدراسة، مما أتى بنا وحدة بالوزارة أن تدلي بإشعار وببلاغ تكذب وتفند فيه كل هذه الشائعات.